جو أشقر يهدي زوجته أغنية جديدة على الفالنتاين. مثل ما في الله شو فنن فيه. من بعد استراحة بسبب إصابته بكورونا مرتين، بيعود جو أشقر لأعماله الفنية وبيكشف حصرياً لقيتي بالعربي عن أغنية لبنانية جديدة عم بيحضرها، فحبينا نزوره بالاستوديو ونعرف أكثر عن تفاصيل هالعمل اللي حيصدر احتفالاً بالفالنتاين. اجت على فجأة الأغنية هيدي، يعني من شي شهر سمعتها وشكله نبيل خوري اللي كتبها ولحنها شكله مفصل لي اياها مخيطه خياطه على قياسي انا. فبهالغنيه بعتقد انه عم برجع فيها للون القديم انا اللي انا قدمته للناس عرفتني فيه وحبتني فيه. بقى غنيه رايقه رومانسيه فيها حنيه بالمغنى، يعني بتدغدغ مشاعر الصبايا الحلوين. فبعتقد رح تكون بصمه حلوه بهالعمل انا وياه. والأغنية حتكون رومانسية وبنفس الوقت إيقاعية. خبرنا هالأغنية لمين تهديها؟ بدك تقدمها لجمهور بعيد الحب، بس أنت تحديداً لمين تهديها؟ بقدمها للشخص اللي بحبه اللي هي مرتي، وبتمنى أنه كل شاب يسمعها يقدم حبيبته لأنه هي مباشر لحبيبة القلب. هي معني شوي هيك أول مقطع منها أول شيء. قلبي دق ألا ودقاته بمحلة وبين دقة ودقة هي عم تتحلى تتحلى. وبهالسنجل تعاون جو مع نبيل خوري اللي لحنها وكتبها، يلي موزعها سليمان دميان، كمان سليمان من الشباب الأبضيات، وهلأ عم سجلها هون بستوديو عند ستيف سلامة. ستيف كمان من الناس البروفيشنال اللي بنبسط سجل عنده كليب. صوروا المخرج رجا نعمة، رجا كمان من الناس الموهوبين. وبما أنه التعاون بين جو أشقر ونبيل خوري له زمان، من أغنية مصاري من وين بدقله غيرها، حبينا ناخذ رأي نبيل بهالتعاون الجديد اللي بيجمعهم سوا. إذا بدك هي كومبينيشن قالوا القمر على رجعت الله، يعني بتشبه جو كثير، ما بدي كبره كثير يعني، بس من زمان يعني بسمع له موسيقته وبحبه كثير. سو إذا بدك دايما بعرف شو بدي أعمل، لأنه أنا أوريدي الريبرتوار تبع جو أشقر كله حاضر. قلبي دق الله ودقاتك محله. وهالفترة مش بس عم بيجهز لهالعمل، في مشاريع كمان جديدة حب جو يخبرنا عنها. غير هالأغنية، أغنية رقصونا المصرية اللي عم نشتغل عليها، هلأ محضرين لموسم صيفي إن شاء الله رح يكون منيح، أكيد حافل بالحفلات وبالأعراس إن شاء الله يكون في مهرجانات، يعني تكون قصة كورونا شوي خفت من هون لوقتها، بحس إنه النشاط رجع. ولا يقدر على